اوكي شباب، السلام عليكم. ان شاء الله الكل زينين بصحة وبعافية وبسلامة الجميع ان شاء الله. عندي مسج صغيرة للطلاب، سواء انه صف سادس او بقية المراحل في كليات الطب. شباب استفادوا من، لا تبتئسون ولا تحزنون ولا تضوجون، حاولوا تستفادون من الفرصة اللي هسه أنتوا بيها. صحيح الأمور كلها مو مثل ما واحد يريدها تكون، ولا دوام ولا التدريب السريري صحيح، لكن حاولوا تستفادون من الوقت اللي أنتوا بيه. كملوا المعلومات اللي ناقصة عندكم، اسألوا عن الشغلات اللي مشتوا فاهميها، ارجعوا لبعض الأمور وابدوا معلوماتكم، جمعوها شي فوق شي إلى أن توصلون إلى، لأن قبل كان عندكم دوام، كان عندكم هواية امتحانات، كان عندكم هواية واجبات والتزامات، وبالتالي ما كان أكو وقت واحد يشتغل. الآن قد تكون هاي الظروف مو زينة من جهة، لكنها بها بعض الفائدة من جهة أخرى. أتمنى عليكم تستفادون من كل وقت أنتوا بي، لأنه من تستعدل الظروف ذاك الوقت أنت تكون كملت هواية من النواقص عندك. اليوم الموضوع اللي اختاريته، سويت بريك بالسيريز مال الكيس هيستوريز للكارديو كور بروبلم، رحت الى موضوع كنت دائما اشوف الطلاب بحاجه له، وهو انه الطالب او حتى الطبيب المتخرج الجديد وحتى في بعض الاحيان بالاختصاص، كيف يقرا اشعه الصدر للمريض اللي عنده مشكله بالقلب والاوعيه الدمويه. لذلك اليوم احنا راح نكون قراءتنا للأشعات الصدر فيما يتعلق بأمراض القلب وكيفية التشخيص، وشون نستفاد من أشعة الصدر في تشخيص الأمراض القلبية، وشون نربطها ويا الهيستوري and ECG and clinical examination of the patient. راح أبدي بالشير مباشرة لأنه هذا استفاد من الوقت. عندكم الشات بار، ممكن أنتوا تسألون أي سؤال بي. أي واحد يريد يسأل ممكن هي raise his hand، وممكن يفتح المايك إذا يريد يسأل سؤال مباشر ممكن أجاوب أيضا. إحنا نريد يكون السيشن interactive، أريد تستفادون أكثر ما ممكن من هاي السيشنات. نعم راح أرفع الفيديو على اليوتيوب وهو الآن ده يبث على الفيسبوك، لكن أريد تستفادون أكثر ما ممكن من خلينا نقول الأونلاين ليرنينج. الآن نروح على التوبيك of today which is chest x-ray in a patient with a cardiac problem. طبعاً أنا أعطيت المقدمة للموضوع وليش إحنا نقرأ هذا الموضوع، والغاية إنه إحنا مو نصير أخصائيين بالأشعة، إحنا شلون نريد نستفاد كأطباء كفيزيشن من المعلومات اللي نحصلها من أشعة الصدر. ناو مثل ما قلنا لكم أنتوا شلون تستفادون من السيشن، أي سيشن لا تقبلون تفوتون لسيشن أو تخلصون السيشن بلا ما تكون الأهداف التعليمية واضحة لكم لهذا السيشن، وما بها عيب ولا مستحى تسأل أي أستاذ يدرسك، أستاذ what are the learning objective of this session، سواء كان السيشن clinical، سواء كان السيشن محاضرة، سواء كان السيشن small group، كان tutorial، whatever it is، ما هي الأهداف التعليمية. إذا عرفنا شنو نريد نتعلمه من هذا السيشن، ورا ما يخلص السيشن نعرف نفسنا تعلمناها أو ما تعلمناها، وبالتالي نشتغل على نفسنا حتى نتعلم اللي ما تعلمناه. لذلك الآن نقول ما هي الأهداف التعليمية لهذا السيشن اللي إحنا دا ننطيه اليوم. أولاً be aware of the some basic principles of the chest X-ray. As anything in life, you have to know the basics of the issue and then you have to build on them. This is a very important point. The second objective is that adopt a system for reading the chest X-ray. مثل ما تعلمنا على system لقراءة التخطيط تذكروا شلون نبدي بالنيم والايج والكالبريشن والسبيد وبعدين نروح على الويفز والانتربلز وحدة وحدة. أكو فت system لقراءة التخطيط، نفس الشيء إحنا لازم يكون عندنا system في قراءة أشعة الصدر واستخدامها في تشخيص المرضى. The objective الثالث is that we have to know what are the main factors that may affect the chest X-ray quality.
كواليتي شباب مهمة جدا، يجب أن تكون كواليتي في كل شيء في حياتنا. إذا كانت الكواليتي مالت أشعة الصدر غير جيدة، هذه بالتأكيد راح تأثر على الانتربريتيشن مالتي. لذلك أكو بوينت مهمة بالأشعة لازم انتبه لها، من ضمنها the projection، the orientation right left، rotation إذا ما كان المريض واقف عدل، البنتريشن والديجري مالتها، and then the inspiration expiration. كل هذه العوامل إذا ما كانت موجودة بالأشعة الصدر ما راح أقدر، مثل التخطيط، من يجيني تخطيط كله بإنترفيرنس، شلون أقدر أقرأ تخطيط مع القلب كله إنترفيرنس، وين البي ويف وين الكيو ويف إذا هو كله إنترفيرنس. الأوبجكتيف الرابع هو localize the main cardiovascular anatomical structure on the chest X-ray. عندي الأشعة قدامي، أجي وين الأيورتا، وين الليفت أتريوم، وين الليفت فنتركل، وين الرايت أتريوم، وين الرايت فنتركل. لازم أعرف الأناتوميكال ستراكتشرز and how to fit them on the chest X-ray. لأنه بالحقيقة إذا يكون abnormality on that side, I should think of a pathology in that side. And this is a very important issue. And then we have to recognize some radiographic abnormality related to few cardiac structures. اللي من ضمنها الأيورتيك نكل اللي هي أعلى شيء بالأيورتا، المين pulmonary artery، left atrial، left and right atrium، and the left and the right ventricle. These are the five main objectives of this session اللي إحنا راح نحاول اليوم إن شاء الله نتعلمها سوية سوى نتعلم. زين، كأي شيء مهم بالحياة history is very important. History، هاي الأشعة شون اخترعوها وشون سووها؟ شوفوا هذا العالم اللي هو ويليام رونتجين، هذا عالم ألماني كان يشتغل بالمختبر مالته، وكان عنده فد كاثود إلكترود، كاثود إلكترود مثل البلب مالت الشمعة، بي موجب وبي سالب، وكان هذا فاكيوم يعني مفرغ من الهواء. شاف هذا الإلكترود أكو كريستلز بعيدة عن أقدام، يعني مثلا متر أو مترتين عن هذا التيوب ده تشع، فقال لازم أكفد أشعة قاعد تطلع من هذا التيوب تروح على هاي الكريستلز ده تخليها تشع. قام جاب فد ورق أسود ثخين لفه على هذا الكاثود تيوب، شاف بالرغم من هذا القماش أو الحاجز الأسود اللي لف بالتيوب، بالرغم من ذلك هذه الكريستلز بقت تشع. قال إذن لازم أكو أشعة قاعد تنطلق من هذا التيوب ده تروح تخلي هاي الكريستلز تتوهج، وسماها في وقتها the X-ray، الأشعة المجهولة the X-ray. بعدين شاف إنه هاي الأشعة من توقع على أي جسم تخترقه ويتكون صورة وراء إذا خلى فيلم، ولذلك خلى أول صورة هاي تشوفوها في تاريخ الأشعة هي صورة زوجته لابسة محبس. هذه أول أشعة كانت قبل أكثر من 125 سنة لزوجة هذا العالم. إذا لاحظ أنه هذا الاختراع كله إجا من نقطة مهمة جدا، هي الـ power of observation. الـ physician should have، الطبيب يجب أن يكون have a high power of observation، يلاحظ بقوة وبسرعة what is going on in his environment. إذا شاف المريض رأسا انتبه على وجهه، شاف الـ expression، شاف الـ posture، شاف الـ gait، شاف مرتاح ما مرتاح، شاف النفس مالته لونه متغير. هذه الباور اوف اوبزرفيشن شباب مهم جدا، تدربون نفسكم شلون ازيد الباور اوف اوبزرفيشن مالتي حتى اكون ا جود دكتور. ناو شنو خصائص هاي الاشعه؟ هذه الاشعه الاكس راي هي مثل اللايت وهي مثل الراديو ويفز، لكن تختلف عنها انه لها القابليه على اختراق الاشياء، لذلك it can pass through tissues different tissues. ومن تخترق التشوز إذا خلينا فيلم وراها راح تتكون صورة، بما أنه هاي الأشعة تمتص من قبل أو راح تفوت في أنسجة مختلفة. يعني إذا مثلا طبقناها على الصدر أكو بي muscles، أكو عندنا ribs، أكو عندنا heart، أكو عندنا soft tissue lung، وأكو عندنا vertebrae. هذه أنسجة مختلفة الكثافة، كل واحد من عندها راح يمتص جزء من هالأشعة ويعبر الجزء الآخر حسب كثافة هذا العضو. البون الأبزوربشن مالتها لهالأشعة يختلف عن الهارت، يختلف عن اللونج، يختلف عن المصل.
لذلك هالاختلاف بالامتصاص راح تكون أشعة مختلفة تطلع من هذه الأجهزة أو الأنسجة المختلفة. إذا خلينا فيلم وراها راح تجي عليها تتكون صورة، هذه الصورة تعكس ما الأنسجة اللي عبرتها. لذلك من irradiation, when irradiation passes through the body, some of it get absorbed by the tissue and the other will pass. هذه الأشعة اللي تعبر هي اللي راح تكون الصورة إذا خلينا فيلم في نهاية الطريق مالتها. الوحدة اللي هاي الأشعة اللي تمتص من قبل الأنسجة تقاس بوحدة معروفة عند أهل الأشعة اسمها ملي سيفرت. الملي سيفرت هي تقيس مقدار الإشعاع الذي يمتص من قبل أجهزة الجسم المختلفة أو أنسجة الجسم المختلفة. لذلك إحنا إذا أنطينا إشعاع متكرر، إذا مثلا جبنا مريض يومي أخذنا أشعة، راح تتجمع الأشعة الممتصة في هذا النسيج. إذا أخذنا مثال الأشعة الصدر هاي اللي قدامنا، الإشعاع اللي يمتص من قبل الجسم يكون تقريبا 0.02 ملي سيفرت اللي هي أشعة صدر واحدة. باعوا إذا أخذنا chest CT الأشعة الممتصة بالإشعاع أكثر راح يطيب chest CT هي 3 ملي سيفرت، ما يعادل 150 أشعة صدر. يعني الأشعاع اللي يمتص من قبل الجسم بالمفراس الصدر هو 150 مرة بقدر حجم الإشعاع الذي يمتص بأشعة صدر واحدة. هذا شيء يخليني أفكر أني من أحسب حسابي وأسوي تحليل أو أشعة بأي نوع من الأشعة للمريض، سواء كانت CT، سواء كانت chest X-ray عادية، fluoroscopy، contrast media، whatever it is، coronary angiography. هذه لازم أحسب شقد هزارد راح يتولد للمريض إذا عرضت لهذه الأشعة. ليش؟ لأن شافوا الأشعة اللي تمتص من قبل الأنسجة إذا صارت cumulative واستمرت لفترة طويلة قد تتسوي لها hazard to a malignancy in the future. لذلك the effective dose reflect the risk of radiation to the entire body, while whole body side effects such as the chance of developing a cancer later on in life. المسج من هالسلايد أرد أقول إذا إحنا ما محتاجين التحليل ما لازم نسوي whatever the kind of investigation، خصوصا إذا كان به hazard على المريض. ولازم نفكر بالكيوميلاتيف دوز اللي ممكن يتعرض لها المريض. يعني احنا نشوف هواية مرضى بيهم علاليق اشعات عنده 10-15 اشعة، كل طبيب يروح يسوي له اشعة، راح فلان مكان سوى اشعة لان ببلاش whatever it is وشوف جمع له 15 اشعة هو فرحان، بينما هو اكو كيوميليشن اوف ذا راديشن لكل اشعة من هذه الاشعات. فلازم ننتبه الشباب على هذا الموضوع. نعم، شلون تصير هاي الأشعة؟ تشوفون هذا الشخص اللي واقف قدامكم، الـ usual view هو يكون PA view، الأشعة تطلع من الخلف تخترق الجسم والفيلم اللي موجود in the front. لذلك the standard chest X-ray هي PA view، postero anterior view، هذا هو الـ standard. بمناسبة أشعة الصدر is one of the most commonly prescribed investigation for patient worldwide. Almost half of all radiographic examination request بالعالم هو chest X-ray. طبعا نعرف احنا الأشعة سعرها رخيص، freely available ومتوفرة في كل مكان، لذلك استخدامها راح يكون كل شيء هواية وتفيد بهواية تشخيص بهواية أمور. قلنا الستاندرد فيو هو PA view، لكن ممكن يكون AP view، يعني Entero Posterior view، المن المرضى التعبانين النايمين على سدية بورتابل فيو ناخذها، تجي الأشعة من فوق والمريض نايم، نفوت الفيلم من جوا الميز والأشعة تأخذ من فوق، راح يكون عندي AP view. لكن الستاندرد هو PA view، ويختلف الـ PA view من الـ AP view. ليش؟ لأنه بالـ PA view بالposterior anterior view الفيلم أقرب إلى الهارت، فالسكاترينج مال الأكسرة يكون أقل، حجم الهارت يكون more realistic. بينما إذا خدناها PA view، إذا جت الأشعة منها بالبورتابل راح يبين حجم الهارت أكبر، وهسه راح نجي على هذا الموضوع. إذا الستاندرد chest X-ray is a PA view، لكن ممكن نستخدم AP view in sick patient lying supine
non-ambulant patient, he couldn't stand up, ممكن نسوي له AP view. Now, how to read the chest X-ray? We have to check أولاً النيم والديت. إخوان انتبهوا على هذا الموضوع. يا ما أكو يتخاطون المرضى بالأشعة ويجي شايل لك الأشعة مال غير مريض ويطلع ذاك المريض بي تي بي بمالجنسي وتب أو نورمال وهو شايل الأشعة مال غيره. فشيك الأشعة رجاء أو اسم المريض وتأكد إنه هو هذا نفس المريض اللي هو جاب لك الأشعة. بعدين لازم أتأكد من التكنيكال كواليتي أوف ذا فيلم. هذه البوينت اللي قلتها بالأوبجكتيف واللي راح أجي عليها واحدة واحدة. لازم أتأكد من الرايت ليفت ليبلينج مالت الأشعة لأن هذه مهمة جدا. بعدين لازم أكو عندي أسوي سكان سيستماتيكلي لهذه الأشعة. لو أجي from outside to inside. لو أجي from inside to outside. حتى لا أفقد جزء. يعني ما يصير أبدي بالسوفت تشو على chest wall وأقمز على الهارت وبعدين أروح على اللونج وأرجع على البون. لازم أني either أبدي from outside to inside or from inside to outside. And then I have to know exactly where are the anatomical structures of the heart on that chest X-ray. Now, the technical quality حتى أحصل a good X-ray view أو film لازم انتبه على النقاط التالية. خمس نقاط عندنا مهمة شباب انتبهوا عليها. أولاً the projection. اثنين يعني projection قلنا عليه PA view or AP view. اثنين orientation يعني right left. ثلاثة rotation واقف المريض عدل لو مفرور من ده ناخذ الأشعة. أربعة penetration هل هي الأشعة over penetrating يعني استخدمنا دوز أكثر or under penetrating. خمسة degree of inspiration يعني تعرفون إحنا لازم ناخذ الأشعة بالfull inspiration. A problem with any one of these points may affect the quality of the chest X-ray and therefore can affect my interpretation. وراح نبدي بوحدة وحدة من الموضوع. أولاً للبروجكشن قلنا الـ PA view هذا الـ standard postero anterior view is the standard one. بهذا الـ view راح نشوف الـ heart size يكون normal وهنا إذا تلاحظون بهالمكان دا أشر عليه ماكو أثر للسكابيولا لأنه المريض بالـ PA view يحضن يعني يخلي ايده فوق على هاندلز وبالتالي السكابيولا توخر من الشيست وول من الباك وتجي الاشعه فالسكابيولا ما تكون موجوده. اذا هذا هو ذا ستاندرد تشيست اكس راي which is the postero anterior view. ناو شوفوا الاي بي فيو والفرق عنه عن البي اي فيو. من اخذنا الاي بي فيو والمريض نايم لان تعبان او مثلا عنده unconscious أو عند fracture whatever it is فنضطر ناخذ أشعة للمريض وهو نايم الفيلم يكون جوا السرير والأشعة من portable تجي من فوق راح تلاحظون هاي الايج مال السكابيولا هذه هنا right scapula وهاي منا left scapula هاي الايج مالتها غطت جزء من اللونج هذا واحد وإذا تلاحظون الهارت سايز is larger it doesn't reflect the actual cardiac size the AP view. لذلك ما أقدر أقيس الكارديوثوراسيك ratio from the AP view because it falsely give an impression of larger heart. هذه البوينت مهمة لازم أني أعرفها. إذا أولا the projection PA view. ثانيا the full inspiration. المريض دائما إذا تشوفون المصورين الشعاعيين من يأخذ مريض أشعة على شيء يقول له حجي أو حجية أخذ نفس عميق وأحبس نفسك لا تأخذ نفس بعد ليش الفكرة من عندها يأخذ full inspiration هذا الفيلم تلاحظون بي full inspiratory film وهسه نجي نشوف شنو فرقه عن الإكسبيراتوري فيلم شن هي المشاكل اللي وقعنا بها بالنسبة للهارت وشون أتأكد من أنه الفيلم مالتي هو good inspiratory film شوفوا هذا full expiration باعوا هذا it is poor inspiration نفس المريض هذا ترى اللي هو على الرايت نفسه هو على الليفت اذا اجي اشوف اولا الكاردياك سايز بال بال نوت فول انسبيريشن او بالاكسبيراتوري فيلم از لارجر ذان ذا الفول انسبيراتوري فيلم واللور لوب بوث لانجز ده يبين كانما مور وايت وكانما الفيسلز بيها مور بروميننت بالاكسبيراتوري فيلم عن الانسبيراتوري فيلم هنا شباب انتبهوا عليه هنا ترى ياما واقعين
في أغلاط ويعطون تشخيص مو صحيح للمريض، يأخذوا له أشعة، هاي أنت عندك تضخم بالقلب والمريض صار عنده فوبيا ويجاك مرعوب وأهله مرعوبين، والله شنو أخذنا أشعة للصدر قالوا لي عندك تضخم بالقلب. الحقيقة هو بور تكنيك، ما أخذ فول إنسبيريشن. وهسه نشوف إحنا شلون نتأكد وشلون نفرق ما بين الفول إنسبيريتوري فيلم على الإكسبيريتوري فيلم. إذن الجود إنسبيريشن، القاعدة مالتنا بالgood inspiration لازم tip of the sixth rib anteriorly should touch the midpoint of the right hemidiaphragm. الآن لازم أعرف الربس اتجاهاتها بالأشعة حتى أقدر أحسبها. هذا الآن إذا أشر عليه هو the first rib anteriorly. الربس الأنتيرير تكون يعني معوجة للداخل، باعوا هذا الأول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا السادس. بينما الـ posterior high posterior ribs تكون أكثر horizontal، فالـ anterior ribs تكون مائلة بينما الـ posterior ribs تكون horizontal. أنا أروح على anterior، الـ anterior هي المائلة وأبدأ أعدها وأفرق. شوفوا هنا هذا الـ first rib، هذا الـ second rib، this is the third rib، this is the fourth، this is the fifth. The fifth لازم يكون free from the right hemidiaphragm حتى أقول إنه الفيلم مالتي full inspiration. The sixth, the tip مالته touching the midpoint of the right hemidiaphragm. هذا a good inspiratory film. بينما نجي على الفيلم اللي هو on your right side، شوفوا هذا the first rib anteriorly and this is the second rib. This is the third rib. This is the fourth rib. This is the fifth rib. تلاحظون هنا الفيفث ريب مو فري بالحقيقة، الضلع الخامس هو touching the midpoint of the right hemidiaphragm. فهذا الفيلم on your right side expiratory it is false technique، ما أقدر أنطي قرار عليه. بينما on your left side is the usual good inspiratory film اللي أنا أقدر أنطي قرار عليه. إذن أول شيء أخذنا the projection PA، ثانيا full inspiratory film لأني أثر على كفاءة الأشعة مالتي. Now right left orientation أو the orientation مال الفيلم. طبعا هم دائما يخلون label على الصفحة on the right side or on the left side حتى تعرف أنت اتجاه الفيلم. انتبه على labeling في بعض الأحيان خصوصا بالامتحانات، شباب صف سادس يخلي لك أشعة وهو قالبها وبعدين تشوف أنت تغلط بالموضوع وما تعرف انه هذا المريض عنده dextrocardia اللي هو اتجاه القلب to the right side. وبالتالي اذا انا شخصت من الاشعه dextrocardia تعرفون congenital anomalies whether in the heart or in the abdomen are commonly associated with dextrocardia، فاقدر اعرف انه I have to investigate this patient for other congenital، لانه اكو قاعده تقول اذا اكو one congenital abnormality لازم انت تدور على other congenital abnormalities. Now, rotation. المريض لازم يكون واقف عدل، الأشعة ما يكون يعني مفرور لجهة اليمين أو مفتر لجهة اليسار. It should be central. It should be central. شلون أتأكد مريضي واقف central؟ أتأكد أباوع على تريكيا وأجي هنا بالنص أكو هي the spinous process of the vertebrae. If the spinous process of the vertebrae is in the middle والمسافة بين الكلافيكل على التريكيا equidistance أقول مريضي واقف عدل. في هذا المريض ما واقف عدل، إذا تلاحظون المسافة بين right clavicle and trachea is more than between the left clavicle and the trachea. المريض شوية مفرور to the right side. من يفتر المريض شوية الأشعة ما تجي perpendicular تجي tangential. من تجي tangential تبين الأشعة false، الحجم الهارت والgrade vessels ما راح يكون normal. لذلك لازم أتأكد أنه مريضي واقف عدل وما أخذ الأشعة عدل قبل ما أحكم على الأشعة. زين الآن نأخذ هذا الكويز، انتبهوا عليه، حلوا لي على الشات، كل واحد يكتب لي التشخيص what is the abnormality in this chest x-ray. راح أبقيها لمدة دقيقة وأقطع الـ sharing screen وأشوف الشات. كلكم لازم تكتبون شنو الأبنورمال، what is abnormal in this chest x-ray شباب، what is abnormal.
دقيقة راح أعطيكم. طبيب لازم يكون عنده good power of observation, quick and good power of observation. What is abnormal? لحد الآن بس واحد مجاوب. What is abnormal in this chest X-ray? يلا شباب وقت دي يروح المريض راح يموت جوا ايديكم لازم تنقذوه بسرعة لازم تشخص بسرعة What is abnormal in this chest X-ray? بعد يلا شباب لحد الآن بس 13 واحد جاوب أكو still لا تترددون هاي فرصتكم ولدي هاي فرصتكم للتعلم استغلوها لا تخاف جاوب اغلط تعلم This is the way that we learn. Okay. راح نشوف الجواب مهند مهدي روتيشن أحمد روتيشن مصطفى روتيشن زينب رحيم أورينتيشن أورينتيشن زينب أوكي روتيشن جوزيف سمر روتيشن روتيشن to the right إذا حسين فاضل إحنا إذا ريد نقول روتيشن واحد روتيشن مو موقف عدل وقف أعوج بس الاورينتيشن يختلف من تقول روتيشن انت تقصد روتيشن يعني مفرور لجهة اليمين روتيشن اورينتيشن اند روتيشن 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 اوكي صفاء رياض روتيشن علي الوائلي اتس نوت رايت لانج ما فهمت علي ايش تريد تقول اي واحد يريد يناقش شباب يدوس ريز هاند ويفتح المايك ما يعني ماكو اشكال روتيشن بروجكشن سما قاسم دكستروكارديا زهراء روتيشن اوكي راح نرجع للشير سكرين ونشوف شنو كان عندنا سوري شنو كان عندنا في هذا المريض شباب اشتقلون هسه هذا المريض شنو كان عنده انتبهتوا على الار هنا أنا هذا المفروض هو الليبلينج صحيح لان هذا هو الرايت سايد اوف ذس بيشنت ذس از ذا رايت سايد فهو فار الفيلم وخالي لك اياه فالمفروض هو يختار الفيلم هكذا سو ذس بيشنت هاز دكستروكارديا شباب هذا كان كويز مال فاينل ستاجير لأحد الكليات الطب اللي امتحنا بيها خلينا الفيلم بالمقلوب يريدنا الطالب ينتبه انه the right مكتوبة هنا مفروض هي هنا فيجر الفيلم يفرها ويعدلها ويقول sir this is a dextrocardia لذلك هذه البوينت أرد أقول لكم إياها شباب الطبيب لازم تكون عنده good power of observation the good physician is a good observant okay أكو قسم من عندكم قالها صحيح الأورينتيشن كان غلط right left okay so this patient has dextrocardia this patient has dextrocardia okay penetration بمعنى كمية الأشعة اللي الجنريتر دي يكونها اللي دا تروح على chest x-ray تخترق الchest وده تطلع تروح على الأشعة هذه لازم تكون standardized لا هي under penetrated ولا هي over penetrated راح نشوف بالحالتين شون تكون الأمور شوفوا هذني الأشعتين الأشعة على اليسار ده أشر عليها نشوفها بيضة أكثر من اللازم الأشعة على اليمينها ده نشوفها سودة أكثر من اللازم هذه الأشعة on the right side it is under penetrated بينما الأشعة on the left side نشوفها هذه over penetrated تكون darker إذن شنو البوينت اللي لازم أنتبه عليها إحنا إذا كانت الأشعة under penetrated look at the left lower part of the cardiac shadow
الفيرت هنا نباوع بهالمكان بهالمكان بالضبط. الفيرتبرال باديز لازم تكون جاست فيزيبل ثرو ذا هارت شادو، يعني يا دوب مبينه الاشعه الفقرات من خلال الهارت نشوفها يا دوب. اذا شفناها كلش واضحه، اذا تلاحظون هاي الاشعه اللي هي الداكنه، اذا تلاحظون كلش واضحه هذه معناته البنتريشن راح كلش زايد، وبالتالي السوفت تشو قبله صارت مو كلش واضحه. بينما هنا الصوره على اليساركم ما تشوفون الفقرات واضحه اساسا، هذه اندر بنتريتد. فاذا اذا انا اعرف الفيلم adequately penetrated not over nor under penetrated، اروح على الهارت اشوف through the heart lower part مالت vertebral body وضوحها. لذلك if there is too clearly visible هذا معناته قلنا over penetrated، واذا can you cannot see it هذا معناته under penetrated. لذلك هاي النورمال، باعوا هاي النورمال هسه خليت لكم اياها اخر وحده على يمينكم، تلاحظون اذا باعون على heart you just see the vertebral body through the heart. So this is a good penetration of film, a good penetrated film. فلازم تنتبهون لأنه بيجي حالة شوفوا إذا أكو عندي أي ليجن باللنج ما راح يشخص إذا هي over penetrated، إذا هي soft tissue lesion. وبهالحالة إذا أكو عندي bone lesion ما راح أقدر أشخصها، فلازم يكون adequate penetration. لازم تكون عندنا adequate penetration. فهذه كان under penetration و over penetration، والصورة على يمينكم اللي هي normal penetration of the film. Okay. So far شباب اللي أخذنا the orientation, the projection قبلها والorientation and then inspiration, expiration and then penetration. الآن راح نجي على شلون نسقط الأناتومي of the heart على chest X-ray وأعرف ال structures من هذا الأناتومي. إذا أجينا على chest X-ray PA view تعلمناها بعد أصبحت PA view، أول ما نبدي من فوق أنا راح أبدي حسب التسلسل اللي كاتبه حتى نمشي سوا. أول واحد هي التراكية، تشوفون من أكو إير دائما يكون دارك لأنه الإير ما راح يمتص الأشعة اللي حكينا عليها الأشعة السينية X-ray، فمعظم الأشعة تعبر فيبين دارك، مو مثل السوفت تشو يمتص نص هاي الأشعة وبالتالي يبين شوية أبيض، لكن هو مو مثل البون اللي يمتص اغلب الاشعه ويبين اكثر وايت من الهارت. اذا الهارت كان جراي البون يكون دنس مور دنس مور وايت. اذا رقم واحد هي التراكيا، وهاي التراكيا نستخدمها حتى نعرف ما عندنا روتيشن للكليفيكال اكويديستنس فروم ذا سباينس بروسس اوف ذا تراكيا. والتراكيا تنزل الى الكارينا اللي هي هاي هنا رقم اثنين، واللي ينقسم من عندها الرايت مين برونكاس والليفت مين برونكاس. هذه اللي خمسة وستة right main الاثنين الكارينة، ثلاثة وأربعة هي right main bronchus والleft main bronchus. خمسة وستة الهايلر region، الهايلر region اللي هي الهايلم موجودة هذه on the left side وهذه on the right side. Usually الهايلم on the left side حدود 2.5 centimeter higher than the hilum of the، تعرفون الهايلم المجموعة structures اللي تطلع منها vessels, artery, veins, lymphatics, lymph nodes، هذه نسميها الهايلم. هذه on the left side هي أعلى تقريبا سنتيمين ونص من الهايلم on the right side. And then وصلنا إلى ثمانية هي right cardiac border. هذه right cardiac border شباب دائما يسويها أو الموجود هنا هو right atrium. لذلك إذا عندي right atrial enlargement راح نشوف هذا الشادو يمتد بهالاتجاه. دائما المسافة بين the edge of the vertebral spine وبين هذا soft tissue اللي هي right atrium مو أكثر من 2 سنتيمتر. إذا شفناها أكثر من 2 سنتيمتر نبدي نفكر أكو عندنا right atrial enlargement. ولذلك المعلومة هيش تنبني، إذا أكو عندي right atrial enlargement أجي أفكر إذا هو right atrial ليش يصير بي enlargement؟ واحد من اثنين، لو أكو عندي pulmonary tricuspid regurg وبالتالي هواية بلد يجي الرايت اتريوم وده يصير انلارجمنت، لو اكو عندي رايت سايدد هارت فيلير وبالتالي رايت فنتريكل والرايت اتريوم انلارج، وابدي اربط المعلومه هكذا. لذلك احنا لازم نلزم الكي بوينت ونبني عليها بقيه المعلومات. اذا the right cardiac border, the right lower cardiac border is formed by the right atrium and then this is the ascending aorta
ascending aorta. And then بهالمكان أكو عندي superior vena cava. هنا أنا بهالشدو بهالمكان يصير on the right paratracheal shadow is the superior vena cava. رقم 10 is the aortic knuckle. شنو aortic knuckle؟ هي المكان اللي يلتف بيها الأيورتا وينزل من الأسندينج وينزل. هاي العقفة مالت الأيورتا نسميها aortic knuckle. رقم 10 aortic knuckle. جوا الأيورتيك نكل هنا يكون the main pulmonary artery shadow. جوا المين pulmonary artery shadow is the left atrial appendage. إذا left atrium يكبر هاي المسافة تتأثر. And then the right, the left cardiac border is formed by the left ventricle. هسا واحد يسأل لعد وين الرايت فنتركل؟ الرايت فنتركل هنا anteriorly. يعني usually the left cardiac border is formed by the right ventricle by the left ventricle بينما right ventricle هنا anteriorly واكو عندي right cardiac border is formed by the right atrium. هذه المين anatomical structure اللي موجودة. طبعا اكو عندك right left hemidiaphragm اللي اعرفها بوجود الغاز bubble مالت الاستومك جواها, واكو عندي right hemidiaphragm هذا اللي قلنا عليه الرب السادس should touch it حتى أقول full inspiratory film. وأكو عندي الكوستوفرينيك أنجلز, وأكو عندي هذه الكارديوفرينيك أنجلز, وأكو هاي عندي الأبيكس of the lung. الأبيكس of the lung طبعا ما عدا هذه أكو عندي this is the right left clavicle وهذا right clavicle, وأكو عندي هنا الهيومرس شوية مبين بي من هنا left والright humerus, واكو عندي الريبس اللي قلناها الانتيريور تكون معكوفة والبوستيريور تكون هوريزنتال, واكو عندي هذا السوفت تيشو مالتي تشيست وول اللي موجود. هذه المين ستراكتشرز اللي موجودة بالتشيست اكس راي. الان راح اوقف الشيرنج واشوف اذا اكو عندكم اسئلة. حسين فاضل, it is clinically important to localize the angle of the Lewis angle of Lewis in the chest x-ray. Is it clinically important to localize the angle of Lewis? شوف احنا هنا نناقش الكارديولوجي diseases or cardiac diseases in a patient with chest x-ray. ماذا نناقش كل يعني ماذا نناقش respiratory diseases, ماذا نناقش bone diseases. لذلك تركيز الان على الهارت. Angle of Lewis تعرف انت هي اتصال المانيوبريوم ستيرناي والبودي اوف ذا ستيرنم. هنا احنا نناقش فقط what is related to the cardiac to the heart. دكتور حسين اي سؤال عندكم؟ اذا ما راح تسالون انا راح اسال. شو تقولون شباب؟ دكتور عادل الحيدري, عادل اول واحد اسمك قدامي, افتح المايك عادل. دكتور عادل؟ نعم دكتور. عندك سؤال؟ عادل انت بياصف؟ رابع مرحلة رابعة جامعة بغداد كلية الطب جامعة بغداد. اهلا وسهلا عادل. انا اسف ما احرجك بس انا بس اتداخل وياكم. عادل انت شنو كان صعوبة عندك بالحكي من بداية الى هسه؟ دكتور ما صعوبة لحد هسه. لحس اكو شيء ما افتهمته يعني؟ لا دكتور كله مفهوم واضح. اوكي شكرا. لا عفو دكتور. شكرا. اوكي زين معطول انتم هيك سباع. طلع عندكم كويز قدامكم شباب؟ شباب طلع عندكم كويز قدامكم؟ عادل جاوبني يعني انت. طلع كويز قدامكم؟ هسه؟ اوكي. اي نعم دكتور. يلا خلني بدي نحل الكويز سوا. السؤال الأول شباب, the standard chest x-ray view is PA low IP. جاوبوا شباب. لا جاوبوا على الكويز, عندكم الكويز جاوبوا على البول جاوبوا شباب. اوكي السؤال الثاني, the standard, هاي السؤال سهل. السؤال الثاني, the standard chest x-ray view should be expiratory or inspiratory.
الكويز واضح قدامكم طلع لو بعده؟ واضح دكتور. أعني؟ واضح دكتور. أوكي. لا تجاوبوا شباب. أوكي كل زين. سؤال الثالث. The earliest stage. انتبهوا هذا السؤال بclinical implication. The earliest stage of pulmonary venous hypertension on chest X-ray will be curly B lines, alveolar edema, upper lobe diversion, pleural effusion, bat wing appearance. شباب ترى الكل جاوب باعوا مو بس ثلاثة لحد الآن مجاوبين على السؤال. أعيد السؤال single choice. The earliest stage of pulmonary venous hypertension on chest X-ray is Emma curly B lines, option number one. Option number two, alveolar edema. Option number three, upper lobe diversion. Option number four, pleural effusion. Option number five, bat wing appearance. Okay. سؤال الرابع. The lower right cardiac border on chest X-ray is formed by right ventricle, right atrium, left ventricle, right atrium, left atrium, superior vena cava. هذا السؤال الرابع. سؤال الخامس. The right hemidiaphragm is higher than the left one. Yes or no? Yes or no? راح أعطيكم دقيقة شباب حتى تراجعون الأجوبة مالتكم وبعدين نشوف نتيجة البول سوا. يلا شباب وقت 30 ثانية المريض دي ينتظركم. بعد اكو 10 9 8 لحد الان بعدهم ما مكملين. من هم؟ Okay. النتائج قدامكم واضحة شباب. أي واحد يجاوبني طلعت النتائج قدامكم. أي دكتور واضح. ماشي. إذن أنتو هذا الستاندرد. أوكي أكيد PAE view is the standard view. شباب صح هو بس أربعة مجاوبين بالسؤال الثاني. The standard chest X-ray should be inspiratory شباب. أبداً لا تقبلون expiratory. هنا أنا لازم أقول لكم exception واحد. نقبل chest X-ray أو إحنا نريدها expiratory view في حالتين فقط. إذا كان عندنا شك نيموثوراكس أو شك عندنا أكو lung collapse. لأنه بيجي حالة الاير ترابينج راح يكون يوضح لي النيموثوراكس أكثر أو اللن كولابس أكثر بس بهالحالتين. أما بالكاردياك إذا نحشي على كاردياك ديزيز لا ريد فول انسبيراتوري فيلم. نجي على السؤال الثالث بي important clinical implication. The earliest sign of the earliest stage of pulmonary venous hypertension on chest X-ray 40% جابه وقالوا curly B lines. قسم قالوا pulmonary edema second option. الاوبشن الصحيح هو upper lobe diversion. وهسه نجي شلون نحدد الستيجز اوف pulmonary venous hypertension. اذا the earliest stage of pulmonary venous hypertension
من هاي الاوبشن الموجودة هو الأبر لوب دايفرشن. سؤال الرابع قلنا the right lower right cardiac border is formed by the right atrium. طبعا أكثر من 80% مجاوبين صحيح. السؤال الخامس إنه the right hemi diaphragm is usually higher than the left. نعم على الأقل سنتيمين إلى 3 سنتيمترات نشوف ال right hemi diaphragm أعلى من ال left hemi diaphragm. أوكي نطلع من البول ونرجع للشير سكرين مرة ثانية. Now, شلون نسوي سكان للتشست اكس راي انتيريرلي؟ شلون نبدي؟ اول ما نبدي باللنج فيلد. اللنج فيلد اون ذا رايت اند اون ذا ليفت اند ذا رايت سايد لازم تكون سيمتريكال. الدنسيتي مالتها للترانسبرنسي مالتها سيمتريكال اون ذا رايت. دائما بالاشعه نقارن الاضلاع باليمين ويا الاضلاع باليسار، الاشعه باليمين ويا اللنج باليمين ويا اللنج باليسار وهكذا. It should be a comparison between the right and the left side. بعدين راح نشوف الهايلم وقلنا left هايلم هو أعلى من right هايلم بحدود 2.5 سنتيمتر. بعدين راح نجي على الهارت وهسه حسابات أخرى بالهارت نجيها. راح نجي على diaphragm نشوف right hemi diaphragm أعلى من left side قلناها بالكويز قبل شوية تقريبا 2-3 سنتيمتر. نشوف the cost of phrenic angles. نشوف الـ cardiophrenic angles ونشوف الـ apices of the chest x-ray. طبعاً شلون نحدد إنه هذا expiratory أو inspiratory تعلمناها وقلنا إحنا لازم نعد الـ anterior ribs اللي هي تكون معكوفة. الضلع السادس الـ tip مالته لازم طاخة بالـ midpoint of the right hemi diaphragm حتى نقول إنه إحنا الفيلم مالتنا adequately inspiratory formed. Now ممكن ناخذ lateral x-ray as well وفي اغلب الاحيان مفيده جدا بالنسبه لنا. باللاترال فيلم طبعا اكو شيء نقوله دائما اكو فيشر هنا اللي هو نسميه ذا الترانسفيرس فيشر. هذا نورمال نورمال appearance ممكن يكون. وباللاترال ممكن نشوف الاوبليك فيشر هذا اللي يمتد اوبليكلي من ال T 45 to the anterior part of the hemi diaphragm, right hemi diaphragm. هذا نسمي oblique fissure. وتلاحظون هذا the transverse fissure. هذا the transverse fissure ممكن نشوفه بال PA view وهذا the oblique fissure. هذا lateral x-ray شباب مهمة جدا. طبعا lateral x-ray ممكن ناخذها right lateral أو left lateral مكل شوية تفرق. لكن شنو اللي نشوفه؟ اولا نشوف باعوا هذه البوستيريور اللي هنا هو الاضلاع والسباينال سباين هذه هي الفيرتبري اللي موجوده والانتيريور يكون هو الاسترنوم. الهارت موجود بين الاسترنوم وانتيريور تو ذا سباين. واكو عندي الدايفرام الرايت هيمي دايفرام هو الاعلى وهو يكون اكثر يعني متصل من الانتيريور للبوستيريور بارت بينما الليفت هيمي دايفرام يكون اسفل اسفل من الرايت وان. انتبهوا شباب نقطه مهمه جدا هذا اللي دا اشر عليه اسميه ريترو سترنال سبيس هذا الدارك اللي هو لانج تيشو ما بين الهارت وما بين الاسترنوم ريترو سترنال سبيس. ليش هذا مهم شباب؟ لانه تعرفون انتم الهارت the most anterior chamber anatomically of the heart is the right ventricle. Right ventricle is the most anterior one. إذا صار enlargement بالright ventricle وين يروح باتجاه الاسترنوم. لذلك الاسبيس الريترو لذلك هنا الاسبيس اللي هو ريترو سترنال سبيس will be occluded. بينما left ventricle is posterior. فإذا يصير enlargement بال left ventricle وين يروح posteriorly باتجاه الاسباين. فهذا الاسباين اللي هو ما بين الهارت الفراغ ما بين الهارت وما بين الاسباين will be occluded إذا أكو عندي left ventricular enlargement. فأقدر أفرق باللاترال X-ray إذا ما قدرت أعرف بال PA view which chamber which ventricle is enlarged the right or the left. هذا مهم جدا بالنسبة لنا. Now النورمال هارت اجينا الان على قياس الهارت والتركيب مالته. النورمال هارت لازم الهارت دايمنشنز از ايكوال اور ليس ذان 50%
of the chest dimension. أبدي أقيس أكبر diameter بالheart لازم يكون أقل من نصف الدايمتر مالت chest. هذا كلش مهم شباب اللي نسميه عليه CT ratio أو الكارديو ثوراسيك ratio. هسه نجي نعرف شلون نقراها. هاي واحد. اثنين. The upper lobe vessels that you find, أكو vessels قاعد تصعد لي فوق. دائما هي تكون smaller than the lower lobe vessels اللي هي تكون كلش واضحة. وهذا معروف بسبب الجرافيتي. يعني إحنا upright فالجرافيتي تخلي the vessels on the lower part of the lung more prominent on chest X-ray than the upper lobe of the lung. Now, the lungs لازم تكون clear معناته ماكو pulmonary congestion. And the costophrenic angles تكون clear معناتها ما عندي pleural effusion. هذه نقاط لازم انتبه عليها من أجل الهارت. الآن هذه الأروز الحمراء تأشر لي على costophrenic angles. من يكون عندي pleural effusion راح أول ما يصير arbitration in these angles. الآن إحنا دنخلي anatomical structures نيجي نطبقها على الهارت. تشوفون أعلى structure موجود بالchest X-ray is the aortic knuckle. وراء aortic knuckle يجيني pulmonary artery. هاي منطقة pulmonary artery. وراء pulmonary artery this is هذه منطقة left atrial appendage. لذلك إذا أكو عندي mitral valve disease راح هاي المنطقة تصير بها bulge. Well, left cardiac border is formed by the left ventricle. Right ventricle is anteriorly. ما يبين إلا إذا صار بإنلارجمنت هو يأخذ الليد وهسه نشوفها. Right cardiac border is usually formed by the right atrium. Well, upper part of the shadow, right paratracheal is formed by the superior vena cava. هذا وين؟ هذا بالPA view. أما إذا أجينا للاترال view إذا تلاحظون the most anterior chamber اللي هو خلف الاسترنوم هو right ventricle. لذلك مثل ما قلت قبل شويه اذا right ventricle صار بي enlargement يروح anteriorly هذا space will be arbitrated. بينما left ventricle اذا صار بي enlargement راح يروح posteriorly باتجاه الspine فهذا space anterior to the spine will be arbitrated. لذلك استخدم chest x-ray وتكون مفيده بالنسبه لي بتفريق which ventricle is enlarged, the right or the left one. Now, سؤال دائما لأسأل نفسي عليه, is there is any cardiac enlargement or not? شلون أحسبها؟ تنحسب كما يلي. ناخذ the highest diameter of the chest, نقيسه بالمسطرة, أو إذا عندنا تيب, نقيس به, ونجي ناخذ the highest diameter, ولازم يكون أقل من 50%. هذا على شرط أنه الكارديك is globular, يعني الهارت is enlarged homogeneously. لكن آني إذا chamber من فوق صار بي enlargement وصار chamber من جوا صار enlargement ما أقدر أخذ مسافة فلازم إيش أسوي؟ أروح أسوي الطريقة التالية. أخلي line بالmidline هنا أنا أرسم خط بالmidline على الspine وأخذ أكبر مسافة on the right side وأجمعها ويا أكبر مسافة من the left side. هذه راح تكون هي the highest diameter of the heart. أقسمها على the highest diameter of the inner part of the chest راح تنطيني the CT ratio اللي هي لازم تكون أقل من 50%. 50 وفوق قسم يكون 55 indicating cardiomegaly أي enlargement of the heart. Now هاي قبل شوي حكيناها قلنا هذه الايورتيك نكل بس حتى اوضح لكم اياها اكثر بالاسهم هذه منطقه الايورتيك نكل and then this is the main pulmonary artery and this is the area of left atrial appendage and then the left cardiac border which is usually formed by the left ventricle and then the right lower cardiac border is usually formed by the right atrium. The SVC هو هنا موجود. هذا هو superior vena cava. في بعض الأحيان المرضى اللي عندهم superior vena cava obstruction تشوفون هذا الشادو يكبر هنا كل شوية. Now, quiz number two. يلا شباب نتحضر لهذا الكويز. What is the abnormality in this chest X-ray?
راح أعيف لكم الفيو لمدة دقيقة وبعدين نوقف الشير ونرجع إلى الشات ونشوف شنو أجوبتكم على What is abnormal in this chest X-ray. بدأت الدقيقة من هسه شباب. What is abnormal in this chest X-ray? Okay. لحد الآن 12 شاطر وشاطرة جاوبوا لحد الآن. أوكي زينب هسه بس أوقف السكرين وأجيش عيني زينب. اوكي تفضلي زينب. انا ميوت شو اسمه وتفضلي عيني. السلام عليكم. سلام دكتور. بالغلط اوكي ماشي. شكرا على راح نبدي بالاجابه. اوكي زهرة congenital emphysema pleural effusion poor exposure poor penetration absent of phrenic angle under penetration poor penetration poor exposure علي الوائلي poor inspiration حسين فاضل under penetrated pleural effusion قصدك expiratory phase. expiratory phase مكتوبة حسين. low penetration low poor penetration pleural effusion the lung are not full because heart seems larger. Yes the heart seems larger but why it is larger this is the question. Ulbitration cost of phrenic angle. Shireen expiratory and poor penetration, right, costophrenic, Ahmed, AP view, Muhannad Al-Jamali, poor penetration, I think this is AP view, under penetration, alteration of the angle, pleural effusion, expiratory, poor, omnia, poor inspiratory chest X-ray, okay. اوكي شباب حرجع مره ثانيه على الشير سكرين ونشوف احنا شنو القضيه. زين انتم هسه الكواليتي مال الفيلم عجبتكم؟ انتم شوفوا قلتوا هوايه نقاط النقاط يعني ابيرنتلي صحيحه يعني ملاحظات حلوه مهمه. ليش؟ قلتوا بلورال افيوجن كوست اوف فرينك انجل ما دا اشوفها. احد المشاركين قال كارديوميجالي صحيح ابيرنت كارديوميجالي. قسم قالوا poor penetration صحيح الاكس راي تبين انه ماكو الفيرتبرال بودي او السباين من خلال الهارت وبالتالي قد تكون poor penetration بس كلها سببها واحد. سببها شباب سببها it is an expiratory film. اذا عندي expiratory film مو inspiratory راح تبين الانجلز وكانما orbitrated pleural effusion راح تبين cardiomegaly
راح يبين poor penetration، بينما لو أعيد الأشعة وأقول له أخذ نفس عميق راح تكون الأشعة راح تشوفون the cost of clinic angle موجودة، ولو هو هنا التكنيك بالحقيقة هم يعني شوية poor penetration، أنا أعيد الموضوع، لكن الأساس هو كان التكنيك is not good in inspiratory form. لذلك يا شباب لاحظتوا إيش قد رحنا بمتاهات كلها بسبب the quality of the film. مثل التخطيط، إذا أنت ما عندك تخطيط واضح وماكو interference والcalibration والspeed واضحة تروح هواية مشاكل من ال من الdiagnosis، ولذلك لازم the quality مالت التحليل اللي أشوفها تكون good quality حتى أقدر أحكم عليها. أوكي، نبدي أول abnormality of the aortic knuckle. إحنا قلنا هذه aortic knuckle هي مكان اللي ينعوج به aorta وينزل للأسفل. النكل هي مثل يده مالت الباب أو الهندل، هذه النكل aortic knuckle يسموها. هنا aortic knuckle في بعض الأحيان نشوف calcification موجود هنا بالaortic knuckle. طبعاً هاي aortic knuckle تكون واضحة بكل ما يتقدم الإنسان بالعمر فوق الستين، يبدي هاي الأيورتيك نكل تكون أكثر وضوحاً. المريض اللي عنده uncontrolled hypertension تكون أكثر واضحة، المريض اللي عنده atherosclerosis تكون أكثر واضحة إلى آخره. هذولا يعني it is يعني خلينا نقول نقطة ننتبه عليها. إذا لقينا calcification هسه أراويكم إياها هنا بالwall of the aortic knuckle، شافوا بالدراسات there may be coexistence calcification بالcoronary arteries. لذلك سووا سكرين شافوا هواية من ذول المرضى اللي عندهم aortic knuckle calcification عندهم aortic significant coronary artery disease. هذه قد تكون نقطة سريرية مهمة بالنسبة لنا. شوفوا هاي الcalcification اللي موجودة بالaortic knuckle هنا جد واضحة. aortic knuckle جد واضحة. هنا هاي الabnormality unfolded aortic arch. شوفوا الaortic arch المفروض يصعد وينزل مننا، بينما long standing hypertension واثيروسكليروسس صار unfold، يعني هو الأيورتا المفروض بي يصعد وينزل على شكل U shaped. كلما كان advanced age اثيروسكليروسس hypertension هذه يصير unfold كأنما الطوية تنفك. لذلك تشوفون هنا تشوفون widening of the كأنما of the mediastinum. إذا تابعوا زين راح تشوفون هذا هو الascending أيورتا وهذا اجل aortic knuckle وهذا هو descending aorta ورجع هكذا. فإذا this is an unfolded aortic arch. وهنا الـ abnormality is calcification in the aortic knuckle اللي هو may indicate coexisting coronary artery occlusion stenosis. Now نجي على نقطة ثانية مهمة اللي هي pulmonary vascularity. pulmonary vascularity هي جزء من الهارت لأن مربوطة بالهارت. لذلك النورمال pulmonary vascular marking يصير بها gradual tapering toward the periphery of the lung، فهي بالسنتر أكثر واضحة منها بالouter third of the lung. هذا واحد. اثنين lower lobe vessels هي أكثر prominent من upper lobe vessels. This is because of the effect of the gravity خصوصا بالupright posture. ثلاثة the apical part of the lung are devoid of visible or sizable vascular marking in most normal individual. يعني من أروح الكارديك apex sorry بال 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 chest بال X-ray بال apices of the lung ما أشوف vessels واصلة للنهاية. من vessels تبدي واصلة للنهاية هذا معناته أكو عندي abnormality لازم أدور على السبب مالتها. pulmonary vascularity بال lung هو symmetrical on both sides and therefore should be assessed simultaneously and region by region. هذه مهمة لازم أدور عليها. النقطة الأخرى it is common to perceive the vascularity of the lower lung as big of the left lower lung as slightly less prominent than the right. شوفوا ال right left lower lung ال heart قدامها فال vessels ما تكون كلش واضحة مثل الرايت لانج. الفيسلز تكون أكثر وضوحاً بسبب وجود الهارت شادو وهذه نورمال. When the vascularity is systemic the descending branch of the pulmonary sorry is symmetric. When the vascularity is symmetrical on both sides the descending branch of the right pulmonary artery can be used as a reference vessel
for determination of the pulmonary vascular prominence. هسه شوف شلون نروح على right right lower pulmonary artery. Size مالته إذا كان normal يقول لي تقريبا الفاسكولاريتي مالت اللنج normal. Normally, the diameter of the descending branch of the right pulmonary artery is equal to the diameter of the trachea in the thorax. شنو معناته هذا الكلام؟ انتبهوا وياي. هذا right main pulmonary vessel artery. Size مالته من هالنقطة إلى هالنقطة هو تقريبا مساوي للسايز مالت التراكيه. فهنا نقول this vascularity of this lung is normal. لذلك هذه نقطة مهمة لازم أني أنتبه عليها. يعني هسه النقاط اللي قلناها على الفاسكولاريتي مالت اللنج شنو هي؟ أولاً اللور لو vessels إذا تنتبهون عليها هنا هي أكثر prominent من الأبر لو vessels، وهذا effect مال الجرافيتي. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية left lower pulmonary vessels أقل وضوحاً من right lower بسبب وجود الهارت. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة كل ما رحنا من السنتر للبريفري تقل الفاسكولاريتي، وإذا رحنا على الأبيسيز هنا لحد الكلافيكل والفيرست ريب انتيريرلي ما نشوف vessels أكو موجودة. والنقطة الرابعة إنه size by the right lower pulmonary artery is as equal as to the size or the diameter of the trachea. هذه كلها نقاط مهمة حتى أحكم، لأن أنا عندي الفاسكولاريتي مالت اللنج مهمة لو هي under perfused لو هي over perfused، وفي كل الأحوال it is a pathological finding. Now هذا right وهاي التراكيه اللي قارنا واحد بالآخر. الآن قلنا هذا أولا الأيورتيك نقل، ثاني شادو قلنا عليه البولمونري آرتري. إذا تشوفون هنا هذا الأيورتيك نقل باعوا البولمونري آرتري shown dilated and prominent، إذا معناتها المين بولمونري آرتري is abnormal is dilated. There must be something is abnormal. هذا تشوفوا المين بولمونري آرتري is the second part. أول ما قرينا الأيورتيك نقل نزلنا جواها على المين بولمونري آرتري، باعوا هذا النورمال، شوفوا هذا الابنورمال شلون prominent and dilated. Now إذا أنا إيش عندي البولمونري آرتري شو وقت يصير بي البروميننسي مالته عالية؟ أولا إذا أكو عندي pulmonary venous hypertension مثل ما تعرفون، إذا صار عندي سبب بالجهة اليسرى من الهارت قد يكون mitral valve disease قد يكون heart failure systolic or diastolic it will be reflected back pressure on the right on the left atrium and will be reflected on the pulmonary veins and it will be reflected on the pulmonary capillaries and then it will be reflected on the pulmonary arteries and then the main pulmonary artery will be dilated. وهذه اللي حكينا عليها سابقا من حكينا على pulmonary thromboembolism بالcase history، قلنا انه pulmonary venous hypertension يبدي وينتهي بي pulmonary arterial hypertension. لكن اكو اسباب اخرى تكون فقط على pulmonary artery تسوي بي pressure عالي أو dilatation، مثل إيش؟ اللي هي recurrent thromboembolism, primary pulmonary hypertension, vasculitis, whatever the cause, collagen disease، تأثر على pulmonary arteries وصعد الضغط بيها وتطيني features of pulmonary arterial hypertension. بهالحالة ما عندي pulmonary venous hypertension. قبل ما أخذ التساؤل أكو تساؤل اثنين من عندكم، بس راح نشوف هذا السلايد ونرجع عليه حتى نجمع المعلومات أكثر. راح نبدي الآن What are the radiological features؟ سؤال جاكم بالبول. What are the radiological features of pulmonary venous hypertension؟ أول ما يبلش pulmonary venous hypertension يصير بـ upper lobe diversion أو نسميها kephalization، بس يقولون syphilization أو kephalization. يعني يبدي الضغط يزيد بالفيسلز اللي تصعد لي فوق upper lobe تصير more prominent. Radiologically speaking من أشوف these prominent vessels واصلة to the tip of the first rib anteriorly أقول أكو عندي pulmonary venous hypertension first stage اللي هو upper lobe diversion. بالصفحتين مبينة، بينما بين normal ما كانت هذه واضحة الفيسلز بهاي الاتجاه بهذه الاكسري واضحه هنا. هنا أنا من يصعد او من اشوف هاي البولمونري فيسلز واضحه وواصله الى
الفيرست ريب بالتشست اكس راي يكون البلمونري كابيلري ويج بريشر واصل بين 13 و 18. تذكرون قلنا البلمونري كابيلري ويج بريشر في محاضرات سابقه هو نفس الليفت اتريال بريشر وهو نفس الليفت فنتريكولر اند دايستوليك بريشر اللي هو 12 وجوه. من اجي اشوف ابر لوب دايفرشن بدا الضغط يصعد فوق ال 12 وما بين 13 الى 18. الان اذا زاد البريشر اكثر واكثر راح ابدي اشوف الكيرلي بي لاينز. اكو كيرلي اي ترى وكيرلي بي وكيرلي سي، بس المشهوره اكثر هي الكيرلي بي لاينز اللي نشوفها بالكوستوفرينيك انجلز. هذه اللاينز من اشوفها موجوده او اشوف بيري برونكيال كافينج. شنو بيري برونكيال كافينج؟ اذا اخذ مقطع عرضي بالبرونكوس اشوف الوول مالتها ايديميتس يعني بايديما فاسميها بيري برونكيال كافينج. اذا شفت هالحالتين كيرلي بي لاينز او بيري برونكيال كافينج يكون البلمونري كابيلري ويج بريشر زاد اكثر صار بين 18 ل 25. إذا الموضوع تطور أكثر وأكثر راح يصير الفيولار إديما يفوت الفلويد بالألفيولاي. في هيك حالة راح أشوف البات وينج أبيرينس وراح أشوف البلورال إفيوجن، وفي هيك حالة ممكن المريض يجيني بلمونري إديما ويكون البلمونري كابيلري ويج بريشر أكثر من 25 ملي متر مركري. لذلك I can guess the pulmonary capillary wedge pressure من الراديولوجيكال فيتشر سواء أنه كان upper lobe diversion, cephalization, curly B lines or peribronchial cuffing, alveolar edema, batwing appearance or pleural effusion. أقدر أحدد. إذن هاي 3 stages شباب of pulmonary venous hypertension. نجي الآن نوضح هذا الموضوع بالصور. باعوا هذا normal vessels ما كلش واضحة، بينما باعوا vessels هناش قد واضحة بالupper lobe diversion in pulmonary venous hypertension. Stage 1. معه هنا الكيرلي بي لاينز اللي هي عباره عن انترلوبر ايديما بالليمفاتيك والفيشرز والفينز ديو تو كونجستشن، وتكون هوريزونتال لاينز وتكون موجوده بالكوستوفرينيك انجلز هوريزونتال لاينز يعني كيرلي بي لاينز. اذا تطور هذه ستيج 2، اذا تطور الموضوع اكثر صار الفيولار ايديما وبات وينج ابييرنس اللي هي نسميها pulmonary edema واللي هنا قد يكون المريض acute ill. يجيك المريض هناك يجيك ينام على ظهره يختنق يمشي يتعب إلى آخره، بس هنا يجي المريض severe shortness of breath an acute attack of pulmonary edema. Now هذاك كل اللي حكينا عليه 3 stages of pulmonary venous hypertension. الآن شنو فرقه عن pulmonary arterial hypertension؟ إذا استمر venous for long time يتحول arterial أو السبب هو يضرب الارتري من البداية. هنا أنا راح أشوف باعوا المين pulmonary artery is very prominent and dilated. This is very important. أكو عندي cardiomegaly. إذا أقيس CT ratio هنا وأحسب الراتيو ما بين الهارت والتشيست يطلع أكثر من 55. شكل الventricle الزاوية حادة. سابقا حكيناها وراح نحكيها اليوم. الكارديوفرينيك أنجل إذا كانت حادة تقول لي هو the right ventricle is enlarged. إذا أريد أتأكد أروح أخذ chest X-ray lateral view وأشوف retrosternal space is occupied. أقول إذا the right ventricle is enlarged. Right cardiac border أكثر من 2 سنتيمتر. شوفوا هذه كلها right atrium is dilated. طبعاً وأكو pruning. إحنا نعرف بالpulmonary arterial hypertension يصير severe vasospasm. الvessels بالcenter تكون very prominent and enlarged، بينما بالperiphery ماكو vessels نسميها مثل المزبرة prune يعني زبر pruned vessels، vessels ما موجودة بالperiphery. هاي الفيتشرز مالت pulmonary arterial hypertension وشون نفرقها عن الفيتشرز of pulmonary venous hypertension. راح أوقف الشير هنا. أكو سؤالين عندنا. شباب انتم لا تقلقون على الماتيريال كلها تجيكم. الفيديو راح يكون يبقى موجود على الكارديولوجي اونلاين تريننج طول الوقت هذا اللايف ستريم. الباوربوينت راح والفيلم الفيديو التسجيل راح يصعد على قناه اليوتيوب شانل. اذا ما قدرتوا هنا ما قدرتوا تدزوا لي رساله يجيكم ليومكم. لا تقلقون على هالموضوع. كل اللي اريده منكم بالكم وياي الان اسالوا
استغلوا هاي الفرصة شباب، مو دائما تتكرر. أريد أتمنى عليكم تركزون على هالموضوع، لا يروح بالكم يم أي داتا، كل شيء تردون يجيكم، لا ديرون بال. سؤال من أحمد، بس ما الزاوية الحادة وين بالضبط؟ هسه راح أجي أحمد، هسه يعني فدي شوية راح أجي أحكي عليها، بعدني ما وصلت لها، هسه راح أحكي عليها. الآن الجست اكس راي، لأنه إحنا خذنا aortic knuckle وخذنا المين pulmonary artery، الآن راح أنزل على منطقة left atrial appendage. الأتريا بيه appendage مثل الأذان، سموه appendage. هذا من يكبر راح يطلع الشادو مالته هنا جوا البرمانري ارتري، ويكون اول شيء ستريتنينج، اول شيء هو لازم يكون مقعر للداخل، يعني لازم يكون كونكيف انسايد. اذا يبدي يصعد الرايت الليفت اتريال ضغط بي ويصير بي انلارجمنت، هذه الخط نسميه يصير عدل، فنسميه ستريتنينج اوف ذا ليفت كاردياك بوردر. اذا بعد زاد الحجم مالت الليفت اتريوم يكون بلج اوتسايد، هنا أنا راح نسميه it's enlarged main permanent left atrial appendage. فإذا كان عندي mitral valve disease، سواء أنه كان stenosis أو rigors، تعرفون بكل الحالتين ال left atrium راح يصير كبير، راح يكبر. من يكبر يبدي shadow of chest X-ray يظهر. أول شيء يصير straightening of the left cardiac border، وبعدين راح يصير عندي bulging at the area of the left atrial appendage. فإذا أولى علامات ال mitral valve disease straightening of the left cardiac border and then bulge. هذا واحد. اثنين، double contour. دائما تسمعون هذا المصطلح double contour، يعني double shadow. انت قلنا right sided lower cardiac shadow من يسويها؟ يسويها the right atrium. بس اذا left atrium كبر راح يروح يلتف يجي ورا right، ويصير عندي double shadow on the right side. واحد الشادو الخارجي مالت right atrium والشادو الداخلي مالت الليفت اتريوم، فاشوف هنا شو دبل دنسيتي دبل كونتور نسميه. This is because of right left atrial enlargement. اذا اولى علامات الليفت اتريال انلارجمنت اللي هي left cardiac border low straightening low bulge. الثانيه دبل كونتور اون ذا رايت سايد. الثالثه هاي الكارينا، الكارينا اللي هي التفرع مالت التريكي انتو تو برونكاي اللي هي right and left. الزاويه مالت الكارينا تكون اقل من 90، دائما 70 واقل الزاويه مالتها تكون حاده. من الزاويه تصير 90 وفوق معناته اكو ستراكشر قاعد بين الفرعين مالت البرونكاي يدفعها اللي هو الليفت اتريوم. فاذا انا عندي يسموها displaying of the carina، الكارينا كل ما تكون زاويه 90 وفوق معناتها this is another sign of left arterial enlargement whatever the cause. سو قد يكون عندنا mitral stenosis او قد يكون عندنا mitral rigor. طبعا اذا left atrium كبر وزاد الضغط بي راح يصير عندي features of pulmonary venous hypertension اللي قبل شويه اخذناها اللي قلنا عليها upper lobe kyphalization curly b lines peribronchial cuffing and then frank alveolar edema and pulmonary edema with bat wing appearance. هذه الشيست اكس راي فايندينج مالتي الميترال فالف ديزيز. اللي احنا ننزل بالسيجمنت وحده وحده، اخذنا ايورتيك نكل بولمونري ارتري ليفت اتريال ابندج. ناو اذا تشوفون الفرق بين الميترال ستينوسيس اند ريجر بالشيست اكس راي، شباب تعرفون الميترال ستينوسيس من يصير عندي تايت ميترال ستينوسيس الليفت فنتريكل از يعني امين. ليش؟ ماكو مشكلة من left ventricle، المشكلة من مستوى ال mitral valve فوق، يعني left atrium راح يصير بي enlargement، بعدين pulmonary venous hypertension، بعدين pulmonary arterial hypertension، بعدين right side heart failure. بينما left ventricle محمي ماكو مشكلة بي، بينما بال mitral rigors لا، لأنه ال ventricle يتخلص eject blood through the aorta and through the incompetent mitral valve ويرجع ال blood على مرت اللخ، فيصير لود على الليف فنتيكل، فيصير عندي الليف فنتيكل لارجمنت. لذلك تشوفون الفرق بالميترال ستينوسيس عن الميترال ريجرج تشيست اكس راي. هنا انا اكو عندي ليفت فنتيكل لارجمنت از ويل از ذا رايت، بينما بالستينوسيس يكون عندي بس الرايت لانه الاوبستراكشن ات ذا ليفل اوف ذا ميترال فالف ان ابوف. نعم هذه البوينت اللي قبل شويه احد الشباب سالني عليها على الانجل. هنا إذا أجتني أشعة صدر
احنا هسه وصلنا الى الليفت كاردياك بوردر قلنا عليها الليفت فنتركل مو تمام. اذا اجت لي اشعه صدر وقست المسافه طلع عندي كارديوميجالي، اريد اعرف هذا رايت لو ليفت، شلون افرق بيناتهم رايت فنتركل اور ليفت فنتركل؟ اروح على الانجل اللي هي بين الهارت وبين الدايفرام اللي نسميها كارديوفرينيك انجل. اذا كانت هذه الزاويه حاده اقل من 90 it is most likely it is a right ventricular enlargement. ليش؟ لانه right ventricle هو anterior. Left cardiac border usually is formed by the left. لكن اذا صار عندي right ventricular enlargement شو راح يسوي؟ راح ياخذ الابكس فوق up، راح يصعد يسموه nose up، راح يصعد الهارت لي فوق لانه ده يكبر هنا anteriorly، فالانجل هاي راح يصير حاده. اما اذا عندي هو left ventricular enlargement الانجل هاي بين الهارت وبين الدايفرام تكون منفرجة، لذلك ممكن أعرف إنه هذا right ventricle or left ventricular enlargement from the shape of the cardiophrenic angle. لكن حتى أتأكد أكثر إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ أروح أخذ lateral X-ray. شوف إيش قدر راح تفيدني هاي lateral X-ray. إحنا مثل ما قلنا باللاترال posteriorly أكو عندي vertebrae وانتيريالي اكو عندي ذا ستيرنم واكو عندي هذا الهارت واكو عندي هذا الريتروسترنال سبيس واكو هذا السبيس اللي هو انتير تو ذا سباين. فاذا الرايت فنتريكل راح يصير بي انلارجمنت راح يروح انتيريالي، هذا السبيس ويل بي اوربيتريتد. بينما اذا عندي ليفت فنتريكل از انلارج راح يروح بوستيريالي، هذا السبيس ويل بي اوربيتريتد. شوفوا هنا ذيس تو سبيسز كلش مهمه اباوع عليها بالتشيست اكس راي. باعوا هذا المريض عنده right ventricular enlargement، وين راح الهارت؟ باتجاه الاسترنم، هذا الspace orbitrated. إذا أقول confidently بثقة من آخذ lateral X-ray أقول this is a right ventricular enlargement. بينما إذا أكو عندي left ventricle بعض وين راح؟ بالspace اللي هو retrocardiac space اللي هو بين الهارت وبين الspine، فهنا أقول عندي left ventricular enlargement. فإذا بالchest X-ray أشوف الأنجل، باللاترال أشوف which space is orbitrated the anterior to the heart or posterior to the heart، وأقدر أفرق بين the right and left ventricles. نعم، إذا عندي aortic valve disease شرح يصير؟ خدنا mitral aortic شرح يصير؟ إذا خدنا aortic stenosis or regurg في كل الأحوال أكو jet of blood. إذا عندي stenosis خلنا نتخيل عندنا aortic stenosis يعني the valve orifice is not enough to pass the blood. فإذا إحنا كلما قللنا الأورفيس of the valve ويجي البلد إيش راح يصير؟ جت، جت راح يصير قوي. يعني كل ما تقلل الأورفيس جت راح يصير قوي. شلون تصندة المي من شيء تدفع المي أكثر أبعد تخلي إصبعك حتى تقلل الفتحة حتى المي يروح أبعد. نفس الشيء إذا صار عندك aortic stenosis الجت مالت البلد during ventricular systole راح يكون أقوى. وين راح يضرب؟ راح يضرب على الأسندينج أيورتا، راح تتوسع الأسندينج أيورتا، لذلك الأيورتا راح يصير بيها نسميها post stenotic dilatation of the aorta. طبعا نخلي بالنا اذا احنا الديزيز بعد ايرلي والايورتيك ستينوسيس مال كل شيء ما القي بالاشعه، لذلك it may be entirely normal، لكن long standing وسيفير ممكن نشوف احنا dilatation of the main aorta اسميها of the ascending aorta اسميها post stenotic dilatation of the aorta. الآن خليت لكم هذا CT chest مع نفس المريض اللي chest X-ray مالته، تشوفون هذا aortic valve بcalcification وstenosis، وباعوا الascending aorta باللاترال فيو شلون dilated. طبعا هذا ممكن يصير مو بس بالaortic stenosis، ممكن يصير بالatherosclerosis باللونج ستاندنج hypertension قسم من الvasculitis lytic disease connective tissue disease Marfan syndrome كلها ممكن تنطي dilated ascending aorta، لكن واحد من أسبابها هو aortic valve stenosis. بالريجرج طبعا تعرفون الريجرج stenosis يسوي لي hypertrophy LV كلش عالي، أما الريجرج راح يسوي لي dilatation and hypertrophy، فممكن ألاقي left ventricular configuration ممكن يكون موجود هنا، as well as ممكن يكون عندي ascending aorta لأنه blood كل شوية دا يطلع، يعني الدم اللي يروح للaorta يرجع قاطل داخل الفالف ما دا يسد ويرجع left ventricle يضخه، فيصير large amount of the blood ejected through the aortic valve، هم ممكن يسوي dilatation of the ascending aorta. Now
فريكوينتلي تنسألون بالامتحانات وبغير الامتحانات مريض مبدل صمام يعطيك أشعة يسألك يقول لك إيش تعتقد هذا يا صمام تبدل ميترال أيورتيك ترايكاسبيد شلون نقدر نعرفها؟ نعرفها بسهولة ناخذ lateral chest x-ray. شوفوا هذه chest x-ray قدامكم، هاي الاكس-ray تلاحظوها هاي الكليبس هذه الواير مالت الاسترنم ورا ما يقصون الاسترنم بدلون الصمام يشدوها بواير من حديد ذلك هو ميتاليك شادو هذا مالت السيرجري. نرسم لاين يمتد بين the carina اللي هي منطقة تفرع التراكيا into bronchi ويجي anteriorly to the anterior cardiac border. كل شيء above this line هو low aorta, low pulmonary. كل شيء ويا هاللاين وجوه هو low tricuspid, low mitral valve. لذلك من lateral x-ray simply أقدر أعرف يا valve have been replaced بسهولة. شوفوا هسه هاي الأشعة PIA view قدامكم ما أقدر أفرق بسهولة بس من أجي على اللاترال إكس راي وأرسم لاين من الكارينا ويمتد to the anterior cardiac border راح أشوف اللي يكون جوا هذا اللاين اللي يمتد منه من الكارينا هنا راح أشوف low tricuspid valve low mitral valve بينما اللي هو فوق هذا اللاين هي low pulmonary low aortic valve. هنا أنا أقدر أعرف which mechanical valve have been replaced. هل هو pulmonary و aortic لو هو tricuspid and mitral. Frequently هذا السؤال يجيكم بالامتحان. إيش تعتقد؟ طبعاً هذا السؤال حتى يزيد درجاتكم لأنه هذا الليفل أعلى من الليفل مال undergraduate لكن طالب الشاطر اللي عنده معلومات أكبر ممكن يحصل على درجات أعلى. زين إذا كان عندي pericardial effusion شلون يبين؟ تخيلوا الهارت البريكارديوم هي double layer of membrane covering the heart. إذا صار fluid between the two layers visceral and parietal راح يصير fluid around the heart. لذلك الconfiguration مالت الهارت راح تنفقد لأن راح يصير global enlargement of the heart. مو تشوفون right or left atria right or left ventricle pulmonary أو aorta كلها تختفي لأنه أكفة shadow around the heart is enlarged. لذلك تشوفون من تشوفون هيك shadow كبير بالهارت cardiomegaly without configuration ما بيها شكل خاص لليفت أو رايت ماكو علامات chamber واضحة رأسا خليجي في بالكم pericardial effusion huge pericardial effusion. طبعا هنا خلوا بالكم أكو differential diagnosis تاني اللي هي الإبشتاين anomaly من نشوف a very large heart بهالشادو واحدة من differential diagnosis هذا postgraduate pericardial huge pericardial effusion أو إبشتاين anomaly or multivalvular disease يعني عندنا combined aortic stenosis and regurg with combined aortic mitral stenosis and regurg بيجي حالها من huge يصير chamber enlargement. لكن لكم الآن شكل البريكارديال effusion يكون هكذا بالضبط هكذا يكون. زين أكون حالات أخرى أشوف بها calcification بالبريكارديوم. شوفوا هذا calcification وين موجود؟ موجود هنا anteriorly and posteriorly وهنا شوفوا هذا بالبيز inferior surface of the heart والposterior وحتى أكو بالanterior calcification. هذا يصير في حالات الconstrictive pericarditis اللي بالعراق في معظم الأحيان هو بسبب التوبركلوسيس وهذا موضوع ثاني نجي عليه بعدين موضوع الconstrictive pericarditis. لكن أنا لازم أفكر دائما أكو calcification or not in the pericardium إذا كpericardial disease. Now إذا عندي heart failure شنو الفيتشرز اللي أشوفها ما عدا الفيتشرز مال permanent venous hypertension ممكن أشوف هنا واصل لمرحلة bilateral pleural effusion أكو عندي cardiomegaly as well as bilateral pleural effusion ولو بالheart دائما يقولون right sided pleural effusion is more common than the left لكن بصورة عامة ممكن يكون bilateral pleural effusion وأكو بيها cardiomegaly as well. راح أمر مرور سريع على ثلاثة congenital abnormalities هي ASD وVSD وPDA. الASD مثل ما تعرفون أكو عندكم abnormal communication ما بين the left and right atrium فيجي blood هواية إلمن للright ventricle فيطلع دم هواية إلمن لللونج لذلك يصير عندي pulmonary plethora with time يصير pulmonary hypertension
pulmonary arterial hypertension, هذا classically the X-ray of an VSD. إذا نشوف هاي الأشعة نشوف the main pulmonary artery is enlarged, نشوف the vascularity is increased, and there is a right ventricular enlargement, the angle acute, and there is right arterial enlargement. أنت بالبداية من نشوف cardiomegaly with increased vascularity فكر بي shunt, فكر بي left to right shunt. So this is an X-ray, a classical X-ray of arterial septal defect. بالVSD الcommunication يكون at the ventricular level. لذلك more oxygenated blood come from the left ventricle to the right ventricle. راح تصعد للpulmonary وهم يصير عندي pulmonary arterial hypertension with time. شوفوا هنا أن vascularity is increased. هنا أكو عندي left ventricular enlargement. الأنجل مالتي هنا أنا حادة. ليش؟ لأنه left ventricle ده يشتغل هواي أكثر وده يدفع الدم باتجاه right side. بس هم أكو عندي right arterial enlargement as well. وأكو بي increased pulmonary vascularity. الأخير اللي هو PDA اللي هو patent ductus arteriosus اللي هي congenital tract المفروض تختفي بعد ولادة تنسد في بعض الأحيان تبقى فسميناها persistent ductus arteriosus اللي هي تكون communication ما بين الأيورتا والpulmonary artery ولذلك يظل flow بالpulmonary circulation فممكن يصير عندي pulmonary hypertension with time. شوفوا هنا the main pulmonary artery is shown dilated while the vascularity is increased. This is because of abnormal shunt between the systemic and the pulmonary circulation, اللي هي pulmonary patent ductus arteriosus. And اللي هنا أنا خلصت الـ presentation. أسمع أسئلتكم وإذا تردون تفتحون المايك واللي يريد يسأل most welcome. راح نبدي بالسؤال الأول. دكتور أحمد شهاب جاوبتك يعني على هاي الزاوية اللي هي cardiophrenic angle حادة أو منفرجة. الحادة right ventricle، المنفرجة left ventricle. الأحسن نروح ناخذ lateral X-ray حتى نشوف which chamber is enlarged. سؤال من دكتور أحمد: Is there a difference on chest X-ray between alveolar and interstitial? نعم. الانترستيشال قبل الالفيولر. الانترستيشال تطلع بيها الكيرلي بي لاينز. وإذا اشتدت وزادت وعبر البرمانري كابلري ويج بريشر 25 راح يفوت الفلويد بالالفيولاي فيصير فرانك برمانري اديما فأشوف عندي بات وينج ابييرنس. دكتورة شيرين: How do I know this is a bulge of the on the right is the right atrium or excellent. هنا دكتورة تشوفين تتبعين إذا كان الأسندنج أيورتا دائما يكون كيرف لفوق وممكن تتبعين حتى بالديسندنج بارت لكن بالرايت اتريوم بس لوكالايزد تو ذا رايت لور كاردياك بوردر رايت لور كاردياك بوردر راح تشوفين هذا از خلينا نقول دايليتد توورد ذا رايت سايد مو مثل يصعد لي فوق بالأسندنج أيورتا تعرفين الأسندنج يصعد لي فوق. دكتورة سما: In bilateral pleural effusion how can I measure cardiothoracic sometimes very difficult يعني إذا عندنا bilateral pleural effusion it's difficult ذلك نعتمد على إيكو أو وسائل أخرى لتحديد الكارديك سايز. دكتور عمار عقيل: Can we differentiate between VSD, ASD, and PDA through chest X-ray? هنا أنا suggestive, ماكو definite. لأن كلهم بالبداية أكو عندك increased pulmonary vascularity. كلهم with time أكو عندي the main pulmonary artery is dilated. الفروقات يعني تختلف حسب المصادر. دائما بالASD the right ventricle هو the prominent. بينما بالPDA يكون the left ventricle شوية أكثر prominent. تعتمد على الستيج وعلى اللونج ديوريشن مالته والسيفيريتي لكن الأريد من عندك بهالمرحله دكتور تعرف انه this is a shunt مين اعرف الشنت vascularity زايده واكو عندي المين pulmonary artery is dilated قد يكون right ventricle وياها قد يكون left ventricle وياها حسب الستيج وحسب السيفيريتي. دكتور فرقد:
Can we differentiate between VSD, ASD and PDA? السؤال كمان دكتور فرقد. نفس السؤال اللي هو الدكتور عمار. أكو عندكم أي سؤال آخر شباب؟ كانت واضحة ال presentation لكم أي إشكال بي أنا راح أختار وأسأل دكتور أمنية ويانا لو راحت دكتور أمنية نعم دكتور دكتور أمنية مساء الخير مساء الخيرات أنت عندك interest in medical education حسب ما أعرف أي صحيح هنا أنا أريد ما طول أمني على الخط ويانا شباب أريد هنا أنا تكون عندكم معلومة مهمة نسميها constructive theory بالميديكال إيجوكيشن كلش مهمة شنو الconstructive theory الconstructive theory إنه أنت عندك معلومة عن شيء قديم وتجي معلومة جديدة تقعد على المعلومة القديمة فيصير construction للمعلومة أكبر لذلك اللي أريده من عندكم دائماً تبنون معلوماتكم طابوقة فوق طابوقة إلى أن توصل للمعلومة الحقيقية هذا مهم جداً أنه أنت تبني المعلومة بناء لذلك ماكو شيء يجي على فراغ من تيجي أي معلومة جديدة أنت سامع عنها قبل بس سامع 5% 10% 50% whatever it is تبدي عادة تقارن هاي المعلومة الجديدة بالمعلومة القديمة وشون نسوي fitting للold experience ولا new experience حتى تطلع بحاصل جديد مو دكتور أمنية؟ اي نعم صحيح دكتور بالضبط زين هسه انا ايش قد برسنتج من اللي حكيته انتو كان عندكم معلومات عنه دكتور احنا بالنسبه لل او بالبدايه هو سؤال موجه الي صحيح؟ اي طبعا ليش اي دكتور احنا بالنسبه للي اخذناه عن تشيست اكس راي هو فقط ثرو كولج بس احنا اخذناه بالبدايه كضمن الموديول مال الريسبيرتوري ديزيزز فاحنا بالبدايه شرحنا الاكس راي بصوره عامه هسه هنا من اجينا واخذنا بس محاضره واحده اللي هي عن تشيست اكس راي ان كارديولوجي المحاضره هاي صارت ان ديبث اكثر اللي هسه هذا السيشن اللي احنا اخذناه اللي اخذناه بالكليه كان عباره عن هيدلاينز فقط هسه صارت اندف هواية صور قدرنا من خلالها نفرغ ممتاز اني طبعا هاي انطيت انترودكشن شباب شكرا دكتور امنية يعني شكرا اني انطيتها كانترودكشن السيشنات الجايه بعدها راح ناخذ كونستراكشن للداتا يعني ناخذ الكلينيكال واحنا اي سي جي هواية حكينا والآن أخذنا إكس راي ونشوف ربط الداتا كلينيكال وذ راديولوجيكال وذ إلكتروكارديوغرافيك داتا حتى نطلع بحصيلة أريدكم تتعلمون شلون تربطون الأمور شلون تربطون المعلومة هذه مهمة جدا ربط المعلومة وهذا كله خزينة لكم شباب هذا أنت رصيد كأنما هذا تخلي معلومات عندك الاستعداد للامتحان ما يبدي قبل أسبوع لو شهر لو شهرين من الامتحان الاستعداد مستمر انت لازم تبني المعلومه وتفتهمها زين وتهضمها زين وتدور عليها هذا يعني يوفر عليك هوايه جهد للمستقبل اي سؤال اخر العفو دكتور السلام عليكم تفضل عليكم السلام علي دكتور العفو بس اذا ممكن يعني تكون سيشنات كيس ديسكشنز وذ داتا اند image in order to يعني put it together وسبيها solution اشكرك علي انت علي وين بيا كلية وبيا صفعيني دكتور استاجير بصرة ميديكال كوليج اهلا وسهلا علي انت متابع السيشنات مالتي القديمة يعني كلها هيك مثل ما تقول انت نعم دكتور بس يعني مثلا سيشن كامل هسه الديسكشن اليوم لا هو رائع يعني لا هذا اليوم مختلف عيني انا قلت لكم بالبداية هذا introductory حتى تعرف شلون تقرأ الأشعة هذا واحد هذا السيشن بس أنا السيشنات اللي كنت بيها دائما كيسس اللي أعطيها قبل فترة وبعدين إحنا من نجي نأخذ نقرأ الكيسس اللي ونجمع المعلومة ونشوف الإكس راي ونشوف الإي سي جي وبعدين نبدي نناقش بالداتا مالتها كل السيشنات عيني مالتنا هي هيجي بس إذا عندك أي اقتراحات ممكن تزليها أكون ممنون إن شاء الله دكتور great thanks for your effort حبيبي أشكرك منو عنده اي الو السلام عليكم دكتور عليكم السلام عيني
دكتور بدون زحمة بس الباور بوينت شلون نحصلها؟ يعني أنا إذا كانت محاضرات اليوم ومحاضرات سابقات السابقة ما تتحصلها؟ السابقة والله دكتور ما جاي أعرف شلون أحصلها يعني. ليش فرقة؟ لأن إحنا تعودنا والسيشنات مالتك اللي أخذناها فرقة حبيبي. أنا أصلاً متخرج وعندي امتحان أهلا وسهلا. أنا متخرج أصلاً من خارج العراق. موفق إن شاء الله. توفيق ان شاء الله. عيني انت 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 مشارك بالجروب مال الكارديولوجي اونلاين تريننج جروب لو مشارك؟ نعم دكتور مشارك. لعد اني قبل فتره خليت كل الباوربوينت عليها ومع ذلك على اليوتيوب شانل من تروح على اليوم من اصعد لكم اليوتيوب شانل اصعد الفيلم جوا اللينك مال الباوربوينت عيني. شكرا جزيلا ممنون. بعد شباب اكو عندكم اوكي اذا ما عندكم اي تعقيب شكرا جزيلا على مشاركتكم اليوم كان انتراكتيف سيشن وحقيقه اني افرح من تشاركون لانه معناته احنا بنوصل الى الديب ليرنينج مو السوبرفيشال ليرنينج مو اللكتشرنج. شكرا جزيلا ونشوفكم بالسيشن الجاي ان شاء الله وتصبحون على خير.